دائما ما تصور لنا الأفلام المرعبة ظهور أسماك القرش على الشواطئ وخوف الناس منها والهرب بعيدا عنها خشية التهامهم، لكن ما حدث في الحقيقة كان غريبا جدا عما نراه في الأفلام. فأثناء استمتاع رواد شاطئ ميرتل الأمريكي بوقتهم، وهو الشاطئ يقع بولاية ساوث كارولينا، فوجئ من كان على الشاطئ بطائر جارح عملاق وهو يصطاد سمكة قرش من المحيط كما نرى في هذه الصورة، ويطير فيها على مرأى من عشرات السياح في المنطقة. أحد السياح من كان متواجد في تلك المنطقة صور اللقطة ونشرها لتصبح ترند على السوشيال ميديا بكل العالم، وليبدأ بعدها نقاش حول نوع هذا الطائر الكبير والمخيف في آن واحد. نتابع. طبعا فور انتشار الفيديو الذي تابعناه قبل قليل انطلقت الكثير من التحليلات حول نوع هذا الطائر الضخم، وأجمع معظمهم على أن هذا الطائر هو من عقاب نسري، وهي طيور تنتمي للجوارح ويعد من أشهرها في صيد الأسماك وتعقبها من تحت الماء. هذه الصورة ربما أوضح لهذا الطائر وما يقال عنها بأنها سمكة قرش. دعونا نستطلع الآن أهم التعليقات التي جاءت على هذا الفيديو، ونبدأ من عادل الذي غرد قائلا: ماذا غرد؟ قال عادل: هذا الجارح يعد من أفضل الطيور في صيد الأسماك، يمكنه صيد السمكة على عمق متر ووزن كيلو جرام. وتعليق آخر من سامية تقول فيه: لا أعتقد أن السمكة المصطادة هنا هي سمكة قرش، أعتقد أنها سمكة كبيرة لكن من نوع آخر، فالقرش يتواجد بعمق المحيطات. ويبدو أن معلقا آخر يوافق مع سامية فكتب: ذيل القرش ما يكون بها الشكل المتساوي، وأطرافه ما تكون يمين وشمال، أطرافه تكون فوق وتحت، والطرف العلوي أكبر من السفلي. تفاصيل مملة عن سمك القرش. مستمرون معكم وتتابعون بعد الفاصل. للتخفيف عن الناس، تايوان تنظم رحلات جوية وهمية.